عاملاها المدرسة بتبقى تحت إشراف الوزارة بشكل كامل يعني. امبارح كان طلع بيان ايضا يتعلق بيه ان مدرس واحد هيدرس العلوم المتكامله اللي بنتكلم على فيزياء او كيمياء او غيره. صحيح هذا القرار مش كده؟ ايه الهدف؟ اه يعني احنا امبارح اصدرنا يمكن شكل سين وجيم كدهوت على الاسئله اللي تم تداولها او اللي اتوجهت للوزاره بشكل كبير جدا، سواء على موقع التواصل الاجتماعي او حتى الاسئله من اولياء الامور والطلاب. وكان اكثر الاسئله تداولا هو فكره ماده العلوم المتكامله دي هتبقى عباره عن ايه ومين اللي هيقوم بتدريسها. نعم ماده العلوم المتكامله يمكن احنا شرحنا الموضوع ده مع حضرتك قبل كده، ايوه ويمكن حتى يعني تم ايضاحه كذا مره. هي هتبقى مادة متضمنة دروس خاصة بمجموعة من المعارف المتضمنة الفيزياء والأحياء والكيمياء، وهيقوم بتدريسها مدرس واحد بس في المدرسة. طيب مين المدرس اللي هيدرسها؟ هو ده بيرجع في النهاية لتوجيه المادة. موجه المادة هو اللي بيحدد للمدرسة مين المدرس اللي هيدرس المادة دي. كويس. المدرسة اللي هتحدد ولا الوزارة؟ موجه المادة، موجه المادة، موجه. موجه المادة اللي بيشرف أو من الإدارة التعليمية. كويس. هيختار مدرس بعينه يدرس الثلاثة. اه طبعا دي بترجع بقى لعدد من العوامل، يعني مثلا في نصاب قانوني لكل مدرس في المدرسه وفقا لتوزيع عدد الحصص ليه، وفي عوامل تانية متعلقه بالميزانيه الخاصه بالمدرسه والكلام ده كله. فموجه الماده طبعا هيحدد بناء على العوامل دي، ولكن مفيش مدرس هيتم الاستغناء عنه يا استاذ احمد. انا باكد برضو على كويس النقطه دي، مفيش مدرس هيتم الاستغناء عنه، كل المدرسين هيقوموا بدورهم بشكل كامل وهياخدوا نصابهم القانوني في الحصص، ومفيش اي استغناء عن اي مدرس بيقوم بدوره داخل المدرسه تماما. استعديته خلاص. بنتكلم على عدة أيام، بنتكلم على 3 أسابيع يعني بدء العام الاليات الدراسي. الاليات الصراحه والاجراءات ماشيه كويس جدا. الحقيقه ان معالي الوزير محمد عبد اللطيف بيتابع يوميا مع مختلف الادارات التعليميه على مستوى الجمهوريه الاليات اللي تم الاتفاق عليها المتعلقه سواء بتقليل الكثافات الطلابيه او سد العجز في المعلمين. حقيقه كميه اجتماعات مكثفه جدا الفتره دي، ويمكن في جولات برضو بتتم كل فتره علشان خاطر يبقى فيه اجتماعات مع مديري المدارس ومديري الادارات والحديث معهم وكيفيه تطبيق هذه الاليات. الحقيقه ان يمكن في متابعه شديده جدا، وباذن الله كمان هيبقى في متابعه اكثر كمان صرامه يعني مع بدايه العام الدراسي لتطبيق الاليات دي على مستوى الجمهوريه. طيب هل عندنا حصر بعدد الفصول الجديدة اللي دخلت من خلال الفراغات اللي كانت موجودة؟ وزي ما كان معانا دكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم وقال لنا الألبوية على سبيل المثال دخل 8000 فصل، هل عندنا حصر كل جمهورية ولا لسه شغالين؟ هو الحقيقه طبعا يعني يمكن مش قدامي دلوقتي الحصر الكامل عشان بس ما اقولش الرقم، يعني لازم يكون الرقم دقيق طبعا وانا بقول لحضرتك. نعم. ولكن طبعا هي فكره الاليات اللي تم تنفيذ جهود كبيره فيها على مدار الفتره اللي فاتت اسفرت طبعا عن وجود طبعا يعني عدد كبير من الفصول اللي يمكن استخدامها طبعا عشان تقلل الكثافات الطلابيه على مستوى مختلف الادارات التعليميه على مستوى الجمهوريه، بتختلف طبعا من اداره لاخرى ومن محافظه لاخرى. ولكن طبعا في احصاء وتقييم شامل لكل الفصول الدراسيه اللي تم توفيرها وفقا طبعا للاليات والجداول اللي اتعملت والكلام ده كله، وبناء عليها طبعا هيبقى في متابعه مستمره من الوزاره لكل اداره تعليميه والمديريات عشان خاطر نشوف هذه الفصول هتستوعب الطلاب والكثافه هتقل بنسبه قد ايه. طبعا هي بتختلف من اداره لاخرى وفقا لطبيعتها يا استاذ احمد. كان في عدد من الاليات مطروح طبعا سواء متعلق بفكره الفترتين او فكره استغلال الفراغات داخل المدرسه علشان خاطر يبقى فيها طبعا يعني توفير عدد من الفصول الاضافيه داخل المدرسه، او حتى كمان فكره الفصل المتحرك اللي هي بيتم تطبيقها حتى في عدد من الدول بره. يعني ده يمكن الاليات دي كان اعلن عنها معالي الوزير محمد عبد اللطيف خلال المؤتمر الصحفي اللي تم عقده وشرحها بشكل كامل. وطبعا يعني الاليات دي متاحه لكل الادارات التعليميه، كل اداره بتنفذ منها اللي يناسبها وفقا لطبيعتها ووفقا لنسبه الكثافه عندها. استاذ شادي، اولا لازم